صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز القسم بصفة من صفات الله الفعلية كالضحك والغضب؟ نعم، هذا فعل، ما هو هذا فعل صفاته الذاتية كالوجه والكلام، الكلام صفة فعل من ناحية التكلم، لكن صفة ذات من ناحية قيامه بالله سبحانه وتعالى، فهو صفة ذات وصفة فعل. الله متصف بأنه يتكلم، وهو يتكلم سبحانه إذا شاء. نعم.